السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انثني جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة مورشل. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق وصلنا في هذا المكان، واليوم راح نواجه الزعيم كما تشوف يا جماعة الخير. قبل ما اشرب المشروب يا جماعة الخير خلونا نشيك الامور ونشوف كيف الامور، خلونا نضبط الامور يا اخوان قبل ما نواجه الزعيم. اوكي ف اوكي اوكي عندي الفار، عندي وعندي فطر، عندي 4 فطر وعندي 2 فار، فالهيلث اموره طيبه يا اخوان. وعندي هذا مال ريسولف يا جماعة الخير، هذا على اساس تستغل ضربات القاضي يا اخوان، فهذا يعبي لك يعني. اوكي فاتوقع الامور طيبه يا جماعه، فاتوقع الامور طيبه. ايوه هذا فائدته نفسه، يعطيك يعني يعلي من الدمج يا اخوان، يعلي من الدمج. هذا ليش انا حاط هذا المسمار، حاط هذا الجيتار، وش فائده هذا الجيتار؟ اوكي اتوقع يا جماعه الخير نحن جاهزين. اوكي ايوه انا جاهز، انا جاهز يا جماعة الخير، انا جاهز. يلا خلع، اشرب يا حبيبي، اشرب اشرب المشروب. لكن اللي سمعته يا جماعة الخير ان هذا الزعيم في هذا المنطقة يا اخوان ما سهل، ما نفسك الزعيم اللي واجهناه قبل. اللي سمعته ان هذا الزعيم يا جماعة ما سهل، هذا كثرت يا حبيبي، كثرت. انا قلت لك يا خمره لا تكثر، ما يسمع كلام، مشكلتك ما تسمع كلام انت، ما تسمع كلامي حبيبي. ليش؟ اوكي شرخ رقده حلو. هذا يقول لك انا بركان، انا بركان يا مكرش. اوكي لحظه يا حبيبي لحظه، انا كنت امزح معاك بس. زين هذا قاني، ابلع 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 ابلع. اوه لا 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 لا، حرقني. هذا شارمندر يا اخوان، هذا شارمندر. انا نعطيه كذا كذا. الله شفتوا لي وش اللي صار له؟ والله هذا الضرب يا اخوان فتاك. لا 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 لا، سوي كذا، ابلع 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 ودور ما ثاني. قتلناه؟ لا 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 لا، قاسي يقوم يا اخوان، قاسي قم. عندك اكثر انفيس كذا، اكسل فتك، لكن انا اعرف ادبك، انا اعرف ادبك يا حبيبي. يا اخوان خلص خلص الريسولف، خلص الريسولف، ما اعرف اذا بيعطيني فرصه. يا اخي ضربني كيف ضربني؟ اوكي خليه يضرب. لا 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 يا زباله، لا خليني، اعطيني فرصه، اعطيني فرصه، انا بموت يا اخوان بموت. الغمقس احترق يا اخوان، انا بغي اسوي اشرب اللي يسولف. ايوه اعطيني، خليني اشرب يا حبيبي، ما يصير كذا. انا عارف ادبك، لحظه تعال مو سله، نسولف كذا، نعقل لك نعقل الشزل حبيبي. بعدني ما خلصت، شاتني على باقي الكوره. اوكي انا عارف ادبك هذا. لا 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 لا، وين قاعد تسوي؟ وين تسوي؟ هذا يعبي هيلث، يعبي هيلث يا اخوان. يا زريب انت، والله ما خليك تعبي هيلث. انا باغي اعبي اسمه هيلث يا اخوان، ما اعرف اذا بيخليني هذا الزريب هذا، لكن انا عارف، انا عارف افاجئك. لحظة, لحظه 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 يا حبيبي لحظه، هدي هدي هدي، انا ميت، انا ميت يا اخوان يا حبيبي. ما يعطيك فرصه يا اخوان، ما يعطيك. لا لا ما تخضر بكرك، ما يصير. لحظات يا حبيبي، خليني شوي. ما يخليني اخبغ عبل الريسولف يا جماعه. اوكي بعد يا اخي ما تعبى واجد، احتاج زياده يا اخوان، احتاج زياده. خليني اعبيه. ليش ما يتعبى واجد يا اخوان؟ لا ما قصدي اسوي ذي الحركة، ما كان قصدي اسوي ذي الحركة. يا الله ضيعت ريسول ببلاش يا اخوان، ايش هذا الغباء اللي فيني؟ كيف ضربني؟ كيف ما فهمت انا، فهمني. ابلع ابلع ابلع، والله العظيم ما شغير اصلك كذا انت.
ما شغلت تعطي ذا المسمار؟ ايوه كذا الشيزة اللي بالك كذا. بعدني ما خلص بعدني انا ما خلص بعدني ما خلص انا بعدني ما خلص انت موتي حبيبي. لا تدخل انا عندي فيس الثالث وليش؟ عندي فيس الثالث يا اخوان. شليت شيء؟ وش شليت انا جلمس؟ قتلناه يا اخوان قتلناه من اول محاولة. لا 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 شيء تطور شيء تطور يا حبيبي. انا بديت اتطور في هذه اللعبة. تحسنت يا اخوان تحسنت يا اخوان والله العظيم استاهل لايك. ضغطوا لايك ها والله لازم ضغطوا لايك. جيب الجلاند جيب الجلاند. خلينا نروح نعطيه ذاك البومه. اوكي ضل من المكان يا اخوان. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه لما مسمى ذاك تاخذ الجلاند يضل من المكان. اوكي انا ما اتذكر كيف الطريق يا اخوان انا ما اتذكر. يفضل ناخذ لنا فطر قبل ما نتحرك. والمشكله لما يكون عندنا جلاند يا جماعه ما تقدر يعني تسوي فاست ترافلنج. هلا انا شويه ضايع شويه بس. اوكي احنا كنا هذاك الصوب صح؟ لا 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 ما هذا نرجع ورا نرجع ورا يا جماعه. هنا نروح هنا. انا بقص اقول نروح هنا انا ما اصلا ما اعرف وين. اي صح 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 كلامي يا اخوان صح كلامي. افتح يا حبيبي افتح. من قاعد تنتظريني تنتظريني ما شاء الله عنيش. انا عارف ادبش والله ما اخليش. لو تخلوه هذه بقس ابلع. لا انا ليش ما عندي مسمار؟ ليش ما عندي استمنة يا اخوان؟ انزين وبعدين وين نروح؟ يصب صح لانه رايحين صح؟ اتوقع رايحين صح ما متاكد لكن اتوقع رايحين صح. ايوه كان اتوقع كان هذا المختصر. زين كان في مختصر ثاني بعده. في شيء هنا قاعد يسلم معه وش هذا؟ ما في شيء. في ذاك الماكدونالدز حبيبي. هنا هنا يا اخوان هنا 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 هنا. والله انا ما فاضلكم ابدا يا حبيبي يا حمار. انا ما فاضلهم. والله ما فاضلهم. اتوقع هنا يا اخوان. ايه هنا صح. انا قاس اركض. انا قاس اركض يا اخوان. ما متاكد وين رايح. هذا اللي لو طلع لي ذاك النيران بموت انا. صح لا؟ رايحين صح. في حد هنا. هذا والله العظيم ما قتلك انا. ما يخلص قتل هذا. يا ساتر يا اخوان. لا 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 هذا واجد قوي هذا واجد قوي يا اخوان. هذاك عاد ولا فكر قتلنا. اوكي خلونا نسيف اساس ما يعيدونا من ذاك المكان. انزين هذه يا اخي ما جبت شيء جديد. ماشي شيء جديد شيء حالك شيء جديد يعني شيء كذاك يباله ابجريد. والله ما توقعت يا جماعة الخير اني راح اقتل هذاك الزعيم من اول محاولة. ما توقعت ابدا. انا قلت يمكن اقل شيء ثلاث مرات. قلت اقل شيء ثلاث مرات. ولكن من اول محاولة بصراحة انجاز. انا احس تعرف ايش السبب يا اخوان من هذاك السلاح. ذاك السلاح اللي كنت استخدمه قبل انا. هذا كان سلاح زبالة يا اخوان واقف ثقيل. اما هذا هامر انشيزل يا اخوان. ليش قاعد تصرخوا؟ انا قاعد اتكلم ليش انتوا تصرخوا؟ اوكي خلونا نكمل. انزين يا جماعه اسمه هذا هامر انشزل سريع اخوان فما يعطي فرصه ذاك العدو ما يعطي فرصه. رجعت انتو رجعتوا انزين انزين يا جماعه فما يعطي فرصه ذاك العدو. فمن كذاك انا اقتل الزعماء بكل سهوله ده. ومن غير انا ملغمنا ترى ملغمنا يا حمار. انزين هل سممني يا اخوان سممني؟ لحظة انا بموت يا زريبة يا اخي خليني اروح. ما يصير كذا ما يصير يا جماعة. هلا والله ما فاضي اقتلهم كلهم واقدين هذيلا ما يخلصوا. شوف كم واحد مجنون انت. لا 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 خل 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 انا ميت انا بموت يا اخوان. هذا ماشي غير تسلم كذاك ماشي غير تسلم كذاك.
مشكلة ما يخلصوا يا جماعة، ما يخلصوا. والله زين كان شوية اروح عند الفخ. شو كيف؟ شوف هذا الزريب هذا. تبغين كذاك يعني؟ خلاص. تعالوا. تفضلوا معي. تفضلوا معي. والله ما كنت أريد أقتلكم. لكن الحين بقتلكم أنا. تعال. نكست. تفضل معي. أنا أعرف كيف أقدمكم أنتوا لحظات. خلينا أخذ لي الفطر. إنزين وأروح لهم كذا. هو اللي يسوي لي سبرايز ما أنا. صح إنك زريبة. والله العظيم شو كيف واقفين. أوف. فقرته فقرته يا إخوان. ابلع. أي أي. أوف كان بيقتلوني يا إخوان. لحظة لحظة بسرعة بسرعة بسرعة. فطر فطر بموت أنا بموت. أوف كان بيقتلني والله. شوف شوف الهيلث يا إخوان. لا والقهر انا ما عندي ولا الحين، لا عندي فطر ولا عندي ذاك الفار. وفي في اثنين بعد هنا. ممتاز. ما شغلت عمو اسوي؟ لا ما اقدر استغرب هذا. استغرب ليش؟ هل ذيلا الحمير ذيلا؟ هذول ما يستاهلوا. ما يستاهلوا ذيلا. هذول سهلين، صاروا سهلين اصلا الحين. ما نفس اول. اضرب. تسممت حبيبي تسممت. العب. اوكي وين الطريق يا اخوان؟ وين الطريق؟ وين الطريق الى الـ الى الـ القلعة؟ هل كان هنا؟ اتوقع من هذا المكان. انا دائما ما احفظ. انسى يا اخي انسى يا اخوان. دائما انسى الطريق. هل كان من هنا؟ في شيء يا اخوان؟ في شيء والله، شيء جست. شيء ذا المندوز، ايش اعطونا؟ احلف بس اعطيتنا اسمه ذاك. اعطونا اثنين فطر واعطونا تار واعطونا جيتار بعد. اتوقع وين هذاك ال لا 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 ما هنا ما هنا ولا هنا. شكله هنا 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 يا جماعه هنا. ايوه هنا. ايش باغي؟ ايش باغي؟ اطلع منه. بتموت بتموت لا تجي. انا قلق بتموت. والله ما فاضي. واقدين هذيلا ما يخلصوا. كان كذا بتسوي لي سبرايزنج. طف 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 سالفتهم هذيلا طف. خلونا راح نعطيه ذاك اللي اسمه البوم ذاك. هذيلا خذي دخلوا داخل. وش كان ما يدخلوا داخل يا جماعه؟ لو انا ما سيفت كان بيدخلوا داخل يا جماعه. كان ما يدخلوا قبل، كان ما يقدروا يدخلوا هنا داخل، اما الحين يدخلوا. فيري نايس فيري نايس. يا بومه جبت لك جلاند، جبت لك جلاند حبيبي. شوف شوف وش مكتب يا اخوان. مكتب لك ان هذا كان واخر جلاند. جلاند يعني كان اخر جلاند يا جماعه، فاعطينا اخر جلاند. فالحين اريد اشوف وش وش بيعطينا هذا. هل بتعطينا شيء مميز ولا كيف؟ لا تورم. pull the skull gland away from the prison. كيف اسمك؟ نطلع له هذا اللي اسمه السنازل ولا نخليه كذاك؟ برحمك. I will not waste this divine gift. يا وش ما العصب. Yes. I feel my. إيه أنت شكرني شكرني يا حبيبي. مستيبك. Eyes opening as if for the first time. So. This is how it feels to be chosen to reign above the rabble. Pitiful maggots. هذا قاسي واجد يتكلم الحين. حبيبي بتعطيني ميزه جديده ولا كيف؟ ضبطنا 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 يا حبيبي. زين
Beer. هذا وين كاس يقول؟ انتر هول. هذا الشرد ويش؟ لكن اللي فهمته يا جماعة، انزين اللي فهمته من الكلام انه شوف هذاك البومة، انزين شوف هذاك البومة يا جماعة، هو هذا الزعيم الأخير أخوان، هو اللي راح نواجهه. تخيل انت بس، طلع هو هذا الزعيم الأخير في هذا اللعب يا أخوان. بعد ما تقتل هذا البومة أوكي خلاص انت تكون كذا ختمت اللعبة يا جماعة. هذا اللي فهمته انه راح نواجه البومة يا أخوان، فالله يعين بس، ولكن ما راح نواجه البومة في هذه الحلقة يا أخوان، راح نواجه ان شاء الله في الحلقة القادمة. ودعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمينج، ملتقانا في الفيديو القادم. سلام.